يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وهذه التغطية الهامة جدا لفعاليات. طبعا يوم مهم جدا في تاريخ النادي الأهلي، هو يوم التصويت على لائحة النظام الأساسي أو مشروع لائحة النظام الأساسي بالتحديد. حتى الآن هو مشروع مطروح على أعضاء النادي الأهلي خلال النهاردة، طبعا ابتداء من يوم أو ابتداء من الساعة 9 حتى الساعة 7 مساء. مطلوب من كل أعضاء النادي الأهلي المشاركة في هذا اليوم التاريخي لإقرار دستور وقانون النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. وزي ما احنا عارفين دايما النادي الأهلي كان الفترة اللي فاتت بيسير من خلال اللائحة الاسترشادية. زي ما احنا عارفين الفترات اللي فاتت بتحديد النادي الأهلي كان فشل في انه يعمل جمعية عمومية تجيب قانون للنادي الأهلي، طبعا ده خلال تواجد مجلس الإدارة السابق، لكن كان أول أولويات المجلس الجديد بقيادة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي هو إيجاد لائحة مناسبة لأعضاء النادي الأهلي يسير من خلالها النادي خلال فترات عديدة ومديدة إن شاء الله مقبلة. زي ما أنتم شايفين كده قدامنا في الصورة، يعني أعضاء النادي الأهلي واحد تلو الآخر بيكون متواجد في الخيمة داخل مقر النادي الأهلي في الجزيرة عشان يدلوا بصوتهم بخصوص لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي. طبعا الأستاذ محمد الجرحي متواجد، هو أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. بصراحة اليوم من أوله جيد جدا، القصة كمان من أولها أكثر من رائعة. لو إحنا جينا نتكلم من البداية خالص، لما مجلس إدارة النادي الأهلي جه بقيادة الكابتن محمود الخطيب كان عايز يعمل لائحة للنظام الأساسي بالنسبة للنادي الأهلي، فطبعا طلب من القانونيين وكل المسؤولين إن هم يعملوا صيغة أو مشروع في البداية الأول من خلاله يطرح على أعضاء الجمعية العمومية. الجميل بقى إن مجلس إدارة النادي الأهلي فكر ازاي؟ فكر ان هو يطرح المشروع ده على اعضاء النادي الاهلي ويتناقش معاهم في